اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دايما في اواخر كل عام كل واحد فينا او كل جهه او كل مؤسسه او كل دوله او كل وزاره كل كيان دائما يفكر ماذا قدم في العام الماضي، ماذا قدم على مدار العام، كيف كان الحصاد، الايجابيات، السلبيات، الدروس المستفاده، وما المنتظر في العام القادم ان شاء الله. واحنا بما اننا في نهايه عام 2023 يمكن هتلاقونا بنتناول ده في كتير من البرامج بتاعتنا على مدى الاسبوع اللي فاضل على نهايه العام. والنهارده اخترنا موضوع خاص بالسياحه والاثار بما ان اسوان مدينه سياحيه من الطراز الاول واثريه بالطبع. ما الذي كان خلال عام 2023 في مجال السياحه والاثار؟ كيف كان حصاد هذا العام؟ ما الذي تحقق بداية من البنية التحتية، بداية من العناية بالمناطق السياحية والأثرية، بداية من الحركة السياحية ونقيمها، وإيه الجديد والاكتشافات الجديدة، وماذا ينتظرنا في العام القادم بإذن الله إن شاء الله، الذي نتمنى أن يكون عام خير على مصر كلها بإذن الله. يسعدنا ويشرفنا تكون معايا في الأثار الإسلامية وهي كبير مفتشي الأثار الإسلامية بإدفو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك معانا. وانا اول سؤال هساله لك بقى، هي ادفو فيها اثار اسلاميه؟ اكيد طبعا. طب احنا دايما معبد ادفو هو دايما في الصداره. اكيد. بما ان يعني المعبد ده من المعابد اللي غنيه جدا تاريخيا وليها شهره. لكن الاثار الاسلاميه في ادفو تقول لنا عنها ايه؟ اولا انا تابعه لمنطقه اثار ادفو اسلامي. ناس كتيرة ما تعرفش عن الاثار الاسلاميه والقبطيه عموما، اي حاجه موجوده في اي محافظه، مش بس ادفو او اسوان. انا عندي 5 مناطق اثريين موجودين في نطاق ادفو في حدود متفرقه. اول حاجه عندي ممكن اتكلم عنه الجامع العمري، موجود في منطقه القيصريه بادفو. ده جامع أثري فيه لوحة أثرية موجودة جنب المحراب بتدل على العهد أو التوقيت اللي كان فيه المسجد، هو عصر مملوكي جركسي سنة 797 هجريا 1395 ميلاديا، تحديدا في عهد الزهر برقوق. ده طبعا منطقه القيصريه دي اصلا عموما بتبقى منطقه لان هي بيع المنتجات اللي موجوده في الاسواق، تجاريه يعني، منطقه تجاريه، فبالتالي لازم في يبقى مقصد للصلاه لتأدية الصلاه فيها. فعملوا المسجد ده، فناس كتيره تقول طب المسجد العمري ده نسبه ان مسجد عمر بن العاص، ممكن ممكن ان هو يكون كده، بس اصلا الجامع العمري بيذكر بيه اللي هو الجامع العتيق اللي موجود في المنطقه، هو الجامع الوحيد الاثري اللي موجود اقدم في محافظة موجود في محافظه اسوان. طب وحالته الاثريه ايه؟ طبعا هو كان ضمن المشروعات اللي هي حصلت على الترميم. كان طبعا متهالك، فاخدته طبعا الوزاره فعملت له ترميمات، ودلوقتي ان شاء الله في التسليم، ضمن المشروعات اللي يتم تسليمها للوزاره. تمام. ايه بقى كمان من المناطق الاثريه الاسلاميه؟ عندنا منطقه سومرز كلار او بيت سومرز كلار. ده اصلا مهندس معماري بريطاني، بس هو عاشق طبعا للاثار، بس هو نزل مصر اصلا، هو مهندس بس تخصص في ترميم المعابد. فعاش بقى في القاهره، وعمل كتير قوي من المباني الاثريه في ترميمها، وعشقه للآثار وعشقه للأديرة، فحتى عمل كتاب اسمه الآثار القبطية في وادي النيل، ولحد دلوقتي موجود الكتاب ده. الجديد بقى للناس ما تعرفوش ان الراجل ده توفى هنا، توفى في إدفو. عمل البيت ده قمة في الروعة، عايش في البيت ده بقى. قمة في الروعة، بما ان هو مهندس اختار موقع متميز غربه على طول كده، تلاقي اللي هو تبصي تفتحي كل الشبابيك بتاعت، تلاقي كل ده بيطل على البحر مباشره، على النيل. شرق ولا غرب النيل؟ لا غرب النيل. غرب النيل. بيحيط بقى بيه اللي هو اهل القريه ومناطق زراعيه. فهو سنة 1906 هو بقى بنى البيت ده على الطراز اللي هو صممه لنفسه، الطراز الفريد، اللي هو برضه استخدم الحاجات بقى اللي هي موجودة في البيئة. اللي هو ما جابش بقى حاجات من بره وان هو درسه، لا، جاب الحاجات اللي موجوده في البيئه بتاعته وطورها، وعلى اساس ده عمل البيت. يعني البيت ده اصلا معمول بالطوب الني او اللبن اللي هو موجود ساعتها. برضو اللي هو جاب الطمي
وحاجه اللي هي الرمل دي، وعمل تنحير للبيت. يعني لو في لو انا حاطه ذاكره صور لو نقدر نتفرج عليها للبيت ده الجامع العامري. ده الجامع العامري من بره، دي المأذنه بتاعته، دي اللوحه اللي موجوده في الجامع العامري. بعد كده دي طبعا الجامع العامري فيه 7 أعمدة فرعونيه. هو الجامع اتبنى عليها يعني على لا هو الاعمده دي في الاروقه. احنا عندنا الجامع عباره عن مساحه مقسمه الاروقه. انا فاهمه، يعني قصدي دي داخل الجامع. داخل الجامع يعني الجامع اتبنى حواليها. بالظبط. ما نعرفش بقى هي هل جلبوها بقى من المعابد، بس هي واخده شكل زهره اللوتس ونبات البردي. اهو بصي لو احنا نقدر برضو ده من الداخل. ده بقى اللي انا بتكلم عنه، ده اللي هو بيت سومرز كلارك. ده بقى من جوه مبني على القباب، في قباب. طبعا احنا عارفين ان اسوان كلها بتتميز بشده الحراره طبعا، فالقباب موجوده علشان طبيعي. بالظبط جدا. ده هو بقى مصمم اوضه بينام فيها في الشتاء واوضه بينام فيها في الصيف. يعني تدخلي بتاعه الصيف تحس ان انت في تكييف كده، سبحان الله. كل القطع دي بقى موجوده في المتحف الكبير دلوقتي، ده مسجد المانيال، المتحف بتاع المانيا. كل ده بقى موجود في المتحف المصري. مفيش متحف في 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 إفو. نأمل بقى ان احنا يتفتح، لان احنا كنا عاملين حفاير قبل كده. انا كنت هكلمك على منطقه البويب، يمكن لا تاخذ يعني ايه شويه من الحظه يعني ان هي فيها شغل كتير. دول منطقتين اصلا اللي هو البويب البحر والبويب الابلي. موقعهم فين بالظبط؟ في النصراب، يعني بعد ملفات السراج تيجي على كده برضو على النيل، غرب النيل كده بيطل. بس هم بقى انت الرهبان معروفه بقى زمان اني انا لما اروح مكان جبلي اللي هو الخلو الرهبانه بقى. فهو اختار منعزل تماما. فهو اختار بقى المنطقتين الجبلتين دول بحيث ان هو يصلي هناك ويتعبد. طبعا ده ما زال تحت بقى اللي احنا عايزين نعمل حفاير عشان نكتشف المعالم اللي موجوده. طبعا كل ده تحت تراب. هل معروف بيعود الى اي عصر او اي عصر؟ القرن الرابع الميلادي. ممكن نكون عملنا سنه فيه او سنتين حفاير. يعني هو دير مثلا؟ دير. موجود ومكون الكنيسه بتاعته من سياس هياكل تمام على الطراز البيزنطي كمان. بس احنا نامل بقى ان احنا السنين اللي جايه نعمل فيه حفاير عشان نكتشف اكتر. ده حتى جت منظمه اليونسكو العالميه كانت عايزه تضمه تبع المنظمه التراث العالمي. تضمه تبع المنظمه، ونامل برضو في ذلك في السنوات او الايام يا ريت اللي جايه ان احنا نعمل فيها حفاير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ده كده انا اتكلمت عن المناطق اللي موجوده عندي في المنطقه، ودير البويب الانبا بخوميوس اللي انا ماسكاه ومشرفه عنه. دلوقتي بنعمل له ترميمات. هو طبعا الدير ما فضلش منه غير الكنيسه الاثريه. كل الدير اندثر. فاحنا بقى دلوقتي لينا اكتر من سنه ونص بنعمل له ترميمات، والحمد لله ابتدينا ان احنا نخلص فيها ان شاء الله على خير. المناطق اللي مفتوحه للزياره دي بقى اللي احنا بقى كنا عايزين نتكلم فيه بقى، اللي هو ان احنا ازاي دي مش مفتوحه للزياره. بالعكس، يعني احنا بيت زي سومرز كلارك ده ازاي ما يتفتحش؟ ازاي؟ يعني ده راجل بريطاني. وزي هوارد كارتر لما البيت اللي كان عايش فيه وهو مكتشف مقبره توت عنخ امون برضه بيعتبر مزار النهارده. بالظبط. ده بقى اللي احنا عايزين ندخله طبعا منظومه الزوار برضه، اللي هو يبقى له ليه زياره والناس تتعرف عليه وتتعرف على البيت. يعني ما انت حضرتك برضه سالتي يعني اللي هو ايه بقى سؤال الاستغراب، هو في اثار اسلامي؟ عشان مش مسلط عليها الضوء. دي بقى مشكله تانية، اللي هو بقى الاثار الاسلامي ما بيبقاش قوي ليها الحيز الكبير زي الاثار المصري. مع ان الاثنين دخل قوم مصر طبعًا. يعني انا اثار اسلامي يعني معروفه، يعني حتى لما دخلت الجامعه استغربت ان في اثار اسلامي على فكره. يعني انا يعني دخلت فاكره ان في اثار مصري في ترميم اثار، لكن اثار اسلامي دي اللي انا فوجئت بيها. بس اعرف طبعا ان في اثار اسلامي، جامع الاقمر، جامع الازهر، كل ده في القاهره طبعًا. الكنيسه المعلقه، كل الاثار الاسلاميه المشهوره اللي موجوده في القاهره. بس الاثار الاسلاميه منتشره على جميع المحافظات في جميع المحافظات. يمكن الاثار المصريه القديمه هي اللي هي واخده اكتر، يمكن غزارتها في الجنوب اكتر من القاهره. ممكن. يعني اكتر من القاهره. هو ده بقى اللي احنا عندنا بقى العكس، يعني احنا القاهره عندنا اثار اسلامي كتير. ايوه، لان اثار يعني مصري معز لدين الله ده لوحده يعني منطقه مدينه طبعًا. كانه طبعًا. مدينه صغيره. انت لما تدخلي شارع معز تحسي نفسك ان انت موجوده مع الناس دي، انتقلتي في زمن تاني. بالظبط فعلا، في كل حاجه فيه. يعني انت لو دخلتي بيت السحيمي بس بتحسي نفسك ان انت قاعده في زمن الناس دي، زمن الناس الجميله. البيت تحس ان هو فيه روح كده غير طبيعيه. صحيح
وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، ونحب نهني برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفترة الرئاسية الجديدة إن شاء الله، ويبقى كده إن شاء الله كلها خير يا رب إن شاء الله المصر. بإذن الله. خلال عام 23 يعني إحنا عارفين عام كان مليء بالأحداث ومزدحم، يعني أنتوا في قطاع السياحة والآثار إيه اللي حققتوه؟ أو أنت شايفة تقدر تقولي إيه العلامات اللي كانت في خلال هذا العام؟ انا ما اقدرش ان احنا نقول ان احنا حققنا في 2023 اللي هو كل حاجه، لا احنا حققنا على مدار السنين اللي عدت كل حاجه. يعني اللي هو بمعنى ايه؟ معنى من ساعه من الرئيس السيسي كانت السياده والرئاسه ابتدت المنظومه كلها تختلف. هنبدا بايه؟ هنبدا بقى ان احنا اصلا وزاره الاثار والسياحه كانت اصلا قطاع، يعني قطاع الاثار ده كان قطاع ما كانش وزاره، كان مجلس اعلى للاثار بالظبط، كان تابع لوزارة الثقافة. صحيح. تمام. نيجي بقى في سبتمبر هو عمل نقلة تانية أول ما فتح الملف السياحي. احنا عارفين طبعا ان السياحة ده دخل قومي لأي دولة، مش لمصر بس، دولة كل الدول العالم بترتكز على السياحة. ليه؟ لأن دخل قومي وعملة صعبة. صحيح. أنا بدخلها البلد، فبالنسبة له جاب بقى الملف آثار والسياحة ده على أساس ان هو يرتقي به لمستوى معين، لانه هو الدخل الوحيد اللي موجود هيدخله عمله صعب البلد. طب هو الدمج اللي ما بين السياحه ده بقى حصل بقى امتى بقى؟ حصل واحد ده خدم الاثار ده، بصي اللي هو بقى ايه اللي هو وجهان لعمله واحده اللي هو اصلا المفروض ما يفصلوش عن بعض. صحيح. ده حصل في سبتمبر 2019 ان احنا ضمينا الوزارتين لصح. ده فعلا ده كان قرار فعلا صحيح. ليه؟ لاني انا مفيش سياحة مفيش تعتبر آثار هتبقى مفيش يعني. لكن والآثار برضو مفيش زوار، مفيش لا تنفصل عنها، لا تنفصل. فأنا عندي مقومات، فبالتالي أنا لازم أعرف المقومات اللي عندي دي واستغلها صح. يعني إحنا بقى عندنا تركيا طلعت، يعني هتلاقي برضو عندها نسبة سياحة عالية جدا فيها كلها آثار إسلامي بجوامعها في منتشرة. الهند، الهند برضو فيها عمالقة الآثار برضو في الهند. فبالتالي ان انا لازم ارتقي، وانا عندي اساسيات ومقومات طبيعية بتخدم مصر، فبالتالي لازم ان انا اقدر احقق اعلى مستوى اعلى ايرادات من خلال السياحة والآثار. ان انا لما اخليهم مع بعض هما الاثنين هيتفقوا هيطلعوني ناتج كويس. فده بالنسبة لي اللي حصل بقى في الانجازات. طيب احنا بقى الانجازات التانية بقى اللي حصلت ان انا عملت خطة مرسومة عشان اقدر بيها اوصل لحاجة معينة واوصلها لكل الناس، بحيث ان انا اعرض الاثار دي. طب ما انا هتجيني السياحة ازاي؟ ما انا لازم اجذبها بقى. فبالتالي ده بايه؟ اهيئ المكان الموقع الاثري ده واعمل له ترميم من اول الخدمات علشان السائح لما يجي. الخدمات دي يا اما خدمات بقى خارجيه يا اما خدمات داخليه. الخدمات الخارجيه دي بقى اللي هو من اول ما ينزل السائح المفروض يلاقي. انت دلوقتي لما بتروحي مثلا، احنا مثلا في اسوان، انت عايزه تروحي القاهره، اول حاجه بتفكري فيها ايه؟ بتفكري في الامان. ان انا لو لقيت الدنيا امان فبضطر ان انا هسافر واخد اسرتي واتجول واتفسح براحتي وكل حاجه. هو سائح كده، في اي منظومه لازم الامان من اول ما انزل تبقى في سياسه منظمه. الاقي استقبال كويس، الاقي اجراءات متسهله، الاقي كمان مواصلات. احنا طبعا شايفين انت دلوقتي لما بتسافر القاهره بتاخد المشوار في 10 دقائق مثلا او نص ساعه ماكسيمم، بعكس زمان كنت تاخدي ساعه وساعه ونص في المشوار عشان توصل. لا دلوقتي بقت المواصلات اسهل، الطرق بقت كلها مفتوحه بالظبط. انا بالنسبه لي دي هعامل الوقت، ما هو برده السائح جاي عامل الوقت، انا مش هاخد نص اليوم في مواصلات طريق بالظبط. فانا لما هو سهل كل ده فسهل بقى زيارة. تاني حاجه بقى اللي هو عمل المتاحف المصغره اللي جوه اللي هي المطارات، بحيث ان انا اجذب السائح. افترضنا مثلا السائح ده جاي سياحه مثلا الغردقه، فبالنسبه له مثلا مش عايز ينزل القاهره، واخد التيكت بتاعه ان انا عايز انزل الغردقه اعمل جوله في القرى السياحيه واتفسح. لكن لما انزل بقى واشوف الاثار اللي موجوده في المطار مثلا اللي هي في القاعات اللي هي حصلت دلوقتي، فانا بالنسبه لي ممكن اعمل كده، وممكن اعمل ان انا انزل مثلا واخد جوله او اشوف ايه الدنيا بتاعتها. ثانيا بقى هو التيكتات بتاعت الفنادق
كان بينزل عليها ديسكاوندات. ثانيا المواقع التواصل الاجتماعي، انا عندي مواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي بقت تسهل المواضيع صحيح. على جذب السياح، بحيث ان انا الاقي كل متطلبات اللي هو عايزها على الانترنت، من فنادق، من اقامات، من تاكسيات، من مواصلات، من مترو، كل حاجه بقى ليها ارشادات. حتى برضو العرض المتحفي دلوقتي اختلف. كنت زمان مثلا بتخش تلاقي لافته كده مكتوب عليها ده الاثر كذا كذا رقم كذا مش عارف. لا دلوقتي الباركود بنزل الباركود بتلاقي كل المعلومات اللي انت عايزاها عن الاثر ده او عن القطعه اللي هي موجوده امامك. تمام. يعني برضو معروف ان السنوات الاخيره كان في نشاط في الاكتشافات الاثريه الجديده. اكيد. وبيقول ان لا زالت ارض مصر بتحمل الكثير. قيم لنا منطقه ادفو الاثريه، وهل في فعلا ممكن من المنتظر ان احنا يبقى في اكتشافات جديده في المنطقه دي؟ اولا ادفو طبعا اكيد فيها مكتشفات. اكيد يعني مش حاجه، لا هو اكيد، بس امتى بقى وازاي ان احنا نعمل ده؟ ده المفروض مع الوزاره. ان احنا لازم بنشوف المناطق اللي احنا زي اللي لسه دلوقتي بقول لك ان احنا عندنا منطقه دير البويب الابل والدور البحري اكيد فيها جواها حاجات اثريه. هل في بعثات اثريه في شغاله في ادفو حاليا؟ لا، كانت كلها كانت في البويب كانت بعثات مصريه عن طريق الوزاره عن طريقنا احنا. نعم. بس ممكن في السنوات القادمه طبعا بما ان مصر عندها بعثات كتيره بلجيكي وامريكي وفرنساوي والماني، كل دي ممكن في الخطط اللي جايه ممكن بتبقى متفقه اتفاق مع وزاره الاثار والسياحة ممكن تاخد المناطق دي مثلا بيكون ليها نسبة النشر. فممكن بقى في المستقبلية ان احنا نعمل خطوة زي دي ان شاء الله. ان شاء الله. بإذن الله. عشاق الاثار الاسلامية معروف ان دايما الاثار الاسلامية لها جماليات خاصة بالعمارة، اولا النقوش والزخارف، شكل الانشاء، في موتيفات المستخدمة بتبقى معروفة ان دي علامات للعمارة الاسلامية. السائح اللي بيهوى ده بيجي يدور على ايه؟ هل دي بس الحاجات دي بس، ولا في حاجات معينه هي اللي بتلفت انتباهه؟ لا، السائح بيجي بقى للحاجه اللي ممكن ان هو تجذبه، التاريخ. تاريخ الاثر. يعني انا بالنسبه لي كل اثر بيحكي عن نفسه، بحس ان انا لما تدخلي اثر بتحسي ان ده حاجه بتحكي عن نفسها، عن مكان او عن الناس اللي كانوا عايشين فيه او الاحداث العصريه. قصص. صحيح. فهو بيسمع اسطوره. هو بالنسبه له اسطوره. انا بالنسبه لي اي مكان اسطوره ايا كان. انت دلوقتي لما تسمعي مثلا اسطوره عن الملكه حتشبسوت بتاخدك لمكانه تانية خالص، عن الملكه شجره الدر بتاخدك لمكان تاني خالص. السائح عموما عنده شغف لاي حاجه اثريه، سبحان الله. يعني السائح بيجي بيبقى عايز يسمع كل ده، واولا واخيرا بيبقى حبا في المكان، حبا في مصر. فهو بالنسبه له بقى ان انا اعرف كل الحكايات دي، ده غير طبعا الدراسه، هم عاشقين للدراسه. انا اتعاملت مع فرنسويين فهم عاشقين فعلا للدراسه. يعني انا كنت حاضره بعثه فرنساوي فكان بيتكلم عن فخار. تخيلي بقى ان احنا نطلع مثلا قاعده فخار، في قاعدة الفخار دي نكمل الرسمة لحد ما نعرف من إذا كان ده طبق أو قدر أو أي معالم ليه توصلنا لباقي القطع. فكنت تقولي طب يعني إحنا هنوصل من القاعدة دي، ومن خلال برضو الفخار ده ممكن نعرف الطينة دي منين. يعني طينة أسوان دي أنقى طينة موجودة. صحيح. غير طينة القاهرة، غير طينة فوسفات. فبالنسبة لك أن أنت تعرفي مصدر المكان، مصدر المكان. وممكن أن أنت تأرخيه لأنهي طبقة أو لأنهي مكان على حسب اللي هو التواجد كان فيه. أنواع الترميم اللي ممكن يحتاجها الأثر الإسلامي بتبقى إيه؟ لا، الترميم ده أنا ما أقدرش أقول الأثر ده محتاج ترميم إيه. بعمل حاجات مبدئية، ده أنا كمرممة، يعني أنا كاشتغلت في أثر دلوقتي أنا بقدر أقول إن الحيطة دي مثلا عايزة ترميم، بس أنا ساعة ما أنا أدخل بقى في اللي هو الشغل الحقيقي في حد معين بتقفي عنده أعتقد. أكيد. يعني. إحنا بنسمي دايما الأثر اللي محتاج ترميم زي الرجل العجوز. لما تيجي تكشفي عليه بتفتكري ان هو مثلا في حاجه معينه تعباه لك، لما تكشفي عليه وتعملي فحوصات بتلاقي ان في حاجات كتيره قوي تعباه. اهو الاثر بالنسبه لنا كده. يعني احنا ممكن نقول لا، الحته دي انا شايفه ان انت يعني اللي هو في انفصال مثلا في الحيطه مثلا. فده مثلا عمقه قد كده، ممكن افتح مثلا اشيل اللي هو البلاط اللي موجود
من قدام افتحها الاقي كوارث. موضوع من جوه متشعب جدا جدا. فبالنسبه لي ما اقدرش اقول ده محتاج ايه. ممكن اعمل دراسه جدول مبدئيه بحيث ان انا هفرض ان انا عايز كذا عايز كذا عايز كذا. لا، في حاجات ساعات بتضطرنا، لا بيبقى في اكتر واكتر واكتر. انا زي ما قلت ان الاثر بالنسبه لنا كرجل عجوز كل ما انت دخلتي فيه بتكتشفي بقى اللي هو إيه، هو عايز ايه او في ايه او الترميم اللي محتاجه ايه. وثانيا احنا في تعلمنا بقى في الترميم ان احنا نرجع الاثر كما كان هو عليه. استخدام نفس المواد اللي كانت موجوده في البناء، وممكن نطر عليها حاجات حديثه بس بنفس الماده اللي كانت مستخدمه او بنفس الماده بالظبط، بنفس الشكل، بنفس الشكل اللي كانت موجوده عليه. لازم ارجع الاثر كما هو عليه. يعني انا كنت حاضره في مؤتمر، يعني يمكن ده برضو حاجه من الحاجات اللي جذبت انتباهي، ان عندكي في السعوديه احياء مدينه كامله اسمها مدينه العلا. كان مندثرة السنة، كانت السعودية بتفخر بالموضوع مندثرة. ده كانت قلب الصحراء. انت رايحة مكان مندثر صحيح، فأنا أحيي طراز كامل لمدينة كاملة بنفس النمط اللي كانت موجودة عليه من خلال صور قديمة أو من خلال حكايات، من خلال المواد اللي كانت مستخدمة. اتعمل لها مهرجان فني كمان عشان يحيي عشان يحيي ليه بقى. هو دلوقتي بيعمل لي كيان أثري. أنا الحاجات دي اندثرت بس لا أنا هعملها كيان أثري. إحنا بقى بنعمل كل ده، بنعمل بنفس النمط اللي هو كان موجود، بنفس المواد اللي كانت مستخدمة لإحياء تراث، مش عشان خاطر أشيل حاجة وأعمل حاجة مكانها بس بنفس الطريقة. لا، احنا لا، ده نفس المواد المستخدمه، هي نفس المواد اللي بتستخدم في الترميم. احياء المكان الاثري واعاده استخدامه زي ما النماذج اللي حضرتك ذكرت لنا ليها، في كمان اضافات بتزيد بهجه زي مثلا الاناره الليليه، المناطق اللي حواليه العنايه بيها، يبقى فيها خدمات كتير ممكن السائح يستخدمها بحيث ان المكان حتى لو في منطقه صعب الوصول اليها لكن ما يبقاش في قله في الخدمات او يبقى في صعوبه يقابلها السائح في ده. المناطق الاثريه اللي هنا في إدفو هل فيها كل الخدمات حواليها؟ هل نالت الاهتمام اللي مطلوب ولا لسه ان شاء الله مستنيين حاجه في القريب ان شاء الله انها تتحقق؟ والله انا بالنسبه لي يعني اول حاجه في المناطق الاثريه الاسلاميه اللي موجوده، لا محتاجين ان احنا نحييها شويه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مثلا الجامع العامر المفروض ان احنا خلاص نفتتحه، فاحنا عايزين نحيي بقى المكان اللي حواليه كله. ثانيا عندي بيت سومرز كلارك، البيت ممتاز جدا بس برضه مش مفتوح للزياره، نتمنى ان هو يتفتح للزياره. عندنا برضه المنطقتين ان احنا عايزين نعمل لهم حفايل، نتمنى ان برضه يتعمل لهم حفايل. بمناسبه البيت معلش ما سالتكيش، هو جواه فاضي يعني ولا داخله اساس؟ والله هو لا، جواه البعثه البلجيكيه موجوده. يعني بتسكنه؟ بتسكنه بس على فترات، يعني مش مستديم يعني. انا قصدي ان هل اساس البيت وفرشه كان يعتبر برضه من الاثار؟ لكن ولكن البيت كان فارغ؟ لا يعني. لا البيت فارغ، ما فيهوش اي اثار. لا ما فيهوش اي اثار تخص البيت يعني. تمام. فانت يعني بتقولي ان انتوا نفسكم ان المكان يدرج بقى؟ طبعا لانه فعلا قيم المكان، فعلا قيم المكان، يعني يحتاج ان احنا ندرجه. طبعا المنظومه طبعا والزيارات، يا ريت نتمنى ذلك برضه ان شاء الله الفتره اللي جايه. ايه اللي تتمنوا تحققوه ان شاء الله كعاملين في قطاع السياحه والاثار في العام الجديد ان شاء الله والفتره القادمه باذن الله؟ نتمنى زي ما احنا قلنا دلوقتي ان كل المناطق تبقى معروفه، تبقى الاثار الاسلامي دي محتله مكانه كويسه في الفترات اللي جايه. واتمنى كمان ان احنا يبقى في تواصل يعني مشترك بيننا وبين الوزاره، زي الدورات اللي احنا دلوقتي يعني بنعملها وبتعملها الوزاره. احنا طبعا شاكرين للمجهود ده، وان شاء الله اللي جاي كله يبقى احسن لكل خدمه المجتمع وخدمتنا احنا كمان وخدمه كل الناس ان شاء الله. ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله وكل النجاح في عملكم، وباذن الله نسمع الكثير من الاخبار الجديده باذن الله واكتشافات جديده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذه مروه بدري باحثه الدكتوراه في الاثار الاسلاميه وكبير مفتشي اثار الاسلاميه بإدفو. شكرا لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه يا رب. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا. غدا إن شاء الله لقاء يتجدد في شارع الجنوب. إلى اللقاء.